أما بالنسبة للخلاص من الدكتاتورية فذهب الدكتاتورية وجاءت دكتاتورية أخرى. وأما تقسيم السياسة على تقسيم طائفي أنا أرفضه، بل إن ما يقام وما يبتلي به العراق الآن من دماء وبسبب هذه التقسيمات السياسية. هذا يريد قسم وهذا يريد قسم، كما يعبر البعض كعكة كل واحد يجر منها قطعة. هذا الكردي يريد مدري شنو، والشيعي يريد مدري شنو، والسني يريد قسم. ومن ضمنها أيضا المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية هي مصالحة سياسية وليست مصالحة شعبية. ولا أنا عندي خلاف ويا أحد؟ ما عندي خلاف ويا أحد كشعب، لعلي كخلاف سياسي موجود، وإنما خلاف أسألك شعبي عن غير مصالحة موجود.